السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم الاثنين 3/9/2019، رايح مشوار الهرم على الساعة 11:30، يعني من حوالي كده من ساعة تقريبا كده. فعند صفة اللبن في منطقة فيها نور كده، لقيت عربية راكنة وفيها شاب واقف، فباين عليه يعني الطيبة. فنزلت بقول له محتاج حاجة، في حاجة؟ قال لا، انا شغال في اوبر والعربيه عطلت مني وبحاول اطلب اوردر تاني للعميل اللي معايا، ما فيش عربيات موجوده على الطريق الدائري. فبقول للعميل اطلب لك تاكسي، فالعميل بيزعق معايا، ويعني وانتوا عارفين الغلظه بعض العملاء يعني. فكلمت العميل، لقيته ما شاء الله كده راجل كبير في السن، راجل من دوله خليجيه. فبقول له حضرتك طب رايح فين؟ قال لي رايح الهرم. قلت له طيب ينفع تركب معايا واوصل لحضرتك مكان ما؟ قال لي خلاص ما فيش اي مشكله. ركب معايا واحنا ماشيين، قال لي انا مثل والدك من دوله كذا، اهلا وسهلا، من دوله خليجيه. قال لي انا عندي 87 عام. قلت له مرحبا بيك وربنا يبارك في عمرك ويرزقنا واياك حسن الخاتمه. قال لي بدي اشرب سيجاره. فقلت له تفضل كما تحب كما تريد. المهم شرب السيجاره، قال لي شغل الكاسيت. شغلت الكاسيت على اذاعه القران الكريم في المصحف المرتل تقريبا، المهم قراءه شغاله. فقال لي ما بدي اسمع هذا، ما بدي اسمع هذا، لا لا لا، اقلب اقلب، هات اغاني اغاني. فبقول له طب انت حضرتك رايح فين الاول؟ انا بحاول اتوه الكلام يعني. قال لي لا 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 اجيبك، شغل اغاني شغل اغاني. وقعد يتراقص الرجل. بعد كده قال لي وديني كازينو كذا في شارع الهرم. فقلت له انا مش عارف. قال لي خد الابلكيشن اهو على طريق على الموبايل بتاعي الايفون وامشي عليه. والراجل بيتمايل وبيرقص جنبي هنا جنبي هنا، وفجأة وقع على كتفي هنا هوت. افتكرته يعني شكران فنام ولا اغمى عليه. بحاول اهزه واحاول اصحصحه، مفيش اي حاجة خالص. ركنته على المراية او على الازاز اللي جنبي والباب اللي جنبي، ووصلت لميدان الرماية لقيت واحد ضابط واقف في الكمين. فبقول له ده حصل كذا كذا كذا. المهم جابوا عربية الاسعاف، جت بعد حوالي 10 دقايق. بيقلبوا الراجل، لقوا الراجل مات يا شباب. قصة ولا في الخيال؟ قصة ولا في الأحلام؟ الراجل بيتمايل وبيرقص وفجأة مات. فجأة هيقابل ربنا على هذا الموقف. فجأة يقابل ربنا وهو سكران، يقابل ربنا كده على هذه المعصية، سبحان الله، ويبعث يوم القيامة على هذه المعصية. تخيل لو أنا كنت مكان الراجل ده، ولا انتوا كنتوا مكان الراجل ده، كان ايه اللي هيحصل؟ والله العظيم مصيبه، والله مصيبه وجريمه، مصيبه وجريمه. يعني تخيلوا المصيبه دي يا اخوانا. اوعى تامن مكر ربنا، اوعى تقول ده انا بصلي طول عمري، ده انا رايح الجنه، اوعى تقول كده. قول دايما كما قال سيدك محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. خلي قلبك كده متعلق بالله جل وعلا، ومتعلق برضا الله جل وعلا، تعلق في رضوان الله جل وعلا. اوعى تقول انا خلاص بتوب وانا خلاص مش بعمل سيئات ابدا. ان النبي محمد قال: ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى اذا ما كان بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. اوعى تقول انا خلاص عديت. سيدنا ابي بكر بيقول: لو والله لو ان لي قدم في الجنه والقدم الاخر خارج الجنه ما امنت مكر الله. اوعى تؤمن مكر ربنا، اوعى تستهين بربنا، اوعى تستهين بعظمه ربنا، اوعى تستهين ان بنظر ربنا اليك وانت تعصيه. راجل عنده 87 سنة، يا ترى عمل ايه عشان يموت على هذا الامر؟ يا ترى عمل ايه عشان يقابل ربنا على هذه المعصية؟ دي رسالة لي انا، ورسالة لكل اخت وكل ام. كفاكم معاصي وكفاكم ذنوب، كارثة والله العظيم. نبي محمد يقول: والله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. لما مات عثمان بن مضعون دخل عليه النبي وكشف الغطاء، وبكى النبي محمد على عثمان بن مضعون، بكى النبي محمد ووقعت دموع النبي على خد عثمان بن مضعون. فصرخت زوجة عثمان وقالت: فاذ عثمان. ده النبي بيعيط عليه،
ده دموع النبي تساقطت على وجه عثمان بن مضعون. نظر النبي إلى زوجة عثمان وبكى، قال: وما أدراك أن الله أكرمه؟ والله والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. أنا مش بخوفك ولا بقنطك، بس بقول لك تعالى دلوقتي لربنا، قرب دلوقتي لربنا، قرب النهاردة بدل ما تقرب بكرة على ظهرك. ادخل المسجد النهاردة قبل ما تدخل قبرك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.